حالة إرباك في الأسواق الفلسطينية وإقبال متزايد على شراء الدولار بسبب عملة 200 شيكل هذه، فما قصتها؟ نتنياهو أصدر تعليمات لوزير المالية بتسلائيل سموتريتش لدراسة إمكانية إلغاء ورقة 200 شيكل لمحاربة غسيل الأموال وتهريب الأموال غير القانونية، كون هذه الفئة من العملة الأكبر والأكثر استخداماً لمثل هذه العمليات، إضافة لرغبة إسرائيل بتقليل استخدام النقد. هذه الأخبار دفعت عدداً كبيراً من المواطنين للإسراع لشراء الدولار خوفاً من تطبيق القرار الإسرائيلي، ما تسبب بتلاعب بعض محال الصرافة بسعر صرف العملات. سلطة النقد أصدرت بياناً أكدت فيه أن لا مخاوف من حيازة ورقة 200 شيكل، وحذرت فيه أصحاب محال الصرافة من التلاعب بسعر العملات.